تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الستار سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتابع معكم تدبر آيات القرآن الكريم، حيث توقفنا في اللقاء الماضي من سورة مريم عند قول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يقول الإنسان، ما المراد بالإنسان؟ الإنسان تطلق ويراد بها عموم أي إنسان، كقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، ويراد بها أحيانا الخصوصية لبعض الناس، كما في قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. المراد بالناس طبعا هنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذه الآية ويقول الإنسان، المقصود بها الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة ويستبعد الحياة بعد الموت. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، استفهام للإنكار، لكن هذه مسألة الرد عليها سهل ميسور. فيقول تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فقول الحق أولا يذكر الإنسان، أي لو تذكر هذه الحقيقة ما كذب بالبعث. وقد عرجت هذه المسألة أيضا في قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فلو تذكر خلقه الأول ما ضرب لنا هذا المثل، ثم يأتي الجواب منطقيا قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهنا أيضا يكون الدليل إنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. طبعا الحشر أن يبعثهم الله من قبورهم ثم يسوقهم مجتمعين إلى النار، هم والشياطين الذين كانوا يغرونهم بالمعصية. فوربك يعني هذا القسم يقسم بذاته العلية، ولكن هذا تكريم لسيدنا رسول الله، ربك أنت يا محمد. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، يقال جثى يجثو فهو جاث أن ينزل على ركبتيه، وهي دلالة على الذلة والانكسار والمهانة التي لا يقوى معها على القيام. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. نزع خلع شيء من أصله بشدة، ولا يقال نزع إلا إذا كان المنزوع متماسكا مع المنزوع منه. ومن ذلك قول الحق قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، كأنهم كانوا متمسكين بالملك حريصين عليه. إذن هنا ثم لننزعن من كل شيعة، من كل شيعة كل جماعة على رأي واحد باطل يقتنعون به ويسيرون أصحابه، أيهم أشد على الرحمن عتيا. العتي هو الذي بلغ القمة في الجبروت والطغيان بحيث لا يقف أحد في وجهه، كما قلنا كذلك في صفة الكبر وقد بلغت من الكبر عتيا، لأنه إذا جاء الكبر لا حيلة فيه ولا يقدر عليه. فإذا هنا ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، الأكثر الناس اللي كانوا تمرد على المولى وعاتي عتو والطغيان. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. صلية اصطلاء احتراق في النار، من صلى يصلى أي دخل النار وذاق حرها، أما اصطلى أي طلب هو النار، كما في قوله تعالى لعلكم تصطلون. والمعنى أننا نعرف من هو أولى بدخول النار أولا، وكأن لهم في ذلك الوقت أولويات معروفة، سيتجادلون في الآخرة ويتناقشون ويتلاومون، وسيدور بينهم مشهد فظيع رهيب
يفضح ما اقترفوا. ثم يقول تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا خطاب عام لجميع الخلق دون استثناء، بدليل قوله تعالى بعدها ثم، يعني بعد وإن منكم إلا واردها، بعد جاي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني المعنى الورود على الشيء ليس الدخول فيه، فالورود حتى الأتقياء سيردون. معنى الورود أن تذهب إلى مصدر الماء للسقيا دون أن تشرب منه، بدليل قوله تعالى ولما ورد ماء مديا وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي وصل إلى الماء. وإن منكم إلا واردها، أي أنكم جميعون من كان منكم تقيا أو مجرما سيرد إلى النار ويراها، وكذلك المؤمن سيأتي إلى النار لرؤيتها ليحمد الله بأنه نجا منها، فيمتن الله على العباد المؤمنين فيريهم النار وسعير النار ليعلموا فضل الله عليهم وماذا قدم لهم الإيمان بالله والعمل الصالح من النجاة من هذه النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم ينجي الله المؤمنين ويترك فيها الكافرين، فيكون ذلك أنكى لهم وأغيظ. كان على ربك حتما مقضيا. الحتم هو الشيء الذي لا يقع، الذي يقع لا محالة، والعبد لا يستطيع أن يحكم بالحتمية على أي شيء لأنه لا يملك المحتوم ولا المحتوم عليه. فقد تقول لصديقك حتما علي أن تزورني غدا، أنت لا تملك، بتموت بتعيش بتكذا إلى آخره، لكن المولى سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي له الأمر وله الحتم. ويؤكد على هذا بقوله حتما مقضية، أي حكم لا رجع فيه، وحكم الله لا يستطيع أحد أن يعدله، فهو حكم قاطع. فحينما قال كفار مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، يريدون أن يتعايش الإيمان والكفر كما يقولون، فهذا طبعا لا يمكن، لأن الإيمان لا يتجزأ. فهؤلاء يؤمنون بالباطل، ومن يؤمن بالله فهو على الحق. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. جثيا قاعد على الركبة، دلالة على المهانة والتنكيل. فإذا أنجى الله سبحانه وتعالى المؤمنين المتقين الذين رأوا النار ولم يدخلوا فيها، ويدع الظالمين فيها جثية من المهانة والتنكيل بهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. هذا حوار قديم دار بين المؤمنين والكافرين، وكانوا كان المؤمنون هم ضعفاء لا يقدرون حتى على حماية أنفسهم، ليس لهم جاه ولا سيادة يحافظون عليها، فجاء منهج الله في صالحهم، سوى بين الناس جميعا السادة والعبيد القوي والضعيف. فقابله الكفار سادة مكة بالتكذيب، أهل الجاه والسيادة وأهل القوة. إذن هؤلاء إذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أينا المقام؟ المقام بفتح الميم اسم لمكان القيام من الفعل، أما مقام بضم الميم فمن أقام في الأمر. المراد هنا خير مقاما، قال الذين كفروا الذين أي الفريقين خير مقاما، يعني ما هو المراد؟ مراد مكانا يقوم فيه على الآخر، أي بيت كبير وأثاث ومجلس يتباهى به على غيره. وأحسن ندية، الإنسان عادة له بيت يأويه وله مجلس يأوي إليه، نادي يجلس فيه مع أصحابه وأحبابه يسمونه حجرة الجلوس، وفيه يجلس كبير القوم ومن حوله والأتباع وهكذا.
لذلك فليدع ناديه. وكان في قبل الإسلام دار الندوة كانوا يجتمعون فيها ليدبروا المكائد لرسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا كان قول الكفار للمؤمنين أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية، وموضع فتنة للفريقين، فقال المؤمنون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقال الكفار ما دام أن الله حبانا في الدنيا وهو الرزاق فلابد أن يحبونا في الآخرة. إذن أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية وكم أهلكنا قبلهم؟ في جواب، الجواب إجا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. هذا الجواب، كم خبرية تدل على الكثرة التي لا تحصى، وأن المقول بعد وقع كثيرا. كأن يقول لك صاحبك أنت ما عملت معي معروف أبدا، فتعدد له صنائع المعروف لأزديته، كم فعلت كذا وكم فعلت كذا إلى آخر. إذن هنا كم أهلكنا، يعني أقوام كتير قبلهم من قرن، قرنهم الجماعة المتعايشون في زمن واحد بحيث تتداخل بينهم الأجيال، فترى الجد والأب والابن والحفيد معا، وقد قدروا القرن بمئة عام، مئة سنة. كما يطلق القرن على الجماعة الذين يجتمعون على ملك واحد أو رسالة واحدة مهما طال زمنهم كقوم نوح مثلا. طيب إذن كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. الأثاث هو فراش البيت، وهذا يتناسب مع إمكانات صاحب البيت. ورئيا، رئي على وزن فعل يراد به المفعول أي المرئي، كما جاء في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم. فالذبح معناه مذبوح. رئية هي غير بعيدة عن المعنى الأول، لأن الري أيضا من المرئي، لأنه يتكون من الزي والذي يرتديه، والمراد هنا جمال الشكل والهيئة ونظرات الشخص وهندامه. وقد افتخر الكفار بذلك في حين كان المؤمنون شعثا غبرة يرتدون المرقع والبالي من الثياب. وقد جاء الاختلاف في بعض ألفاظ القرآن من قراءة لأخرى، لأن القرآن الكريم دون غير منقوط ولا مشكول اعتمادا على الملكة العربية والفصاحة التي تمكن من توجيه الحرف حسب المعنى المناسب للسياق، وظل كذلك إلا أن وضع له العلماء النقاط فوق الحروف ووضعوا التشكيل. إذن فرئية تقرأ بعدة قراءات، رية، وكذلك في قراءات في القرآن مثلا فتبينوا بقراءوها، في قراءة أخرى فتثبتوا، وكلمة صبغة صنعة. هذه بالنسبة للقراءات في القرآن الكريم. إذن كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، صارت واضح المعنى. يتابع المولى سبحانه وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قل أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يمهله ويستدرجه، لأنه رب الجميع وبحكم ربوبيته يعطي المؤمن والكافر، وكما يعين المؤمن بالنصر كذلك يعين الكافر بمراده، كما في قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، لأنهم ارتاحوا إليه ورضوا به وطلبوا منه المزيد. فليمدد له الرحمن أي في الدنيا وزينة الدنيا، كما قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي موضع آخر يقول إياك أن تتعجب أو أن تعجب بأموالهم وأولادهم لأنها فتنة لهم،
يعذبهم بها في الدنيا بالسعي في جمع الأموال وتربية الأولاد ثم الحسرة. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة، العذاب عذاب الدنيا أي بنصر المؤمنين على الكافرين وأهانتهم وإذلالهم، وإما الساعة أي ما ينتظرهم من عذابها، فعند ذلك سيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. لكنه علم لا يجدي، فقد فات أوانه. الموقف في الآخرة لا يوجد فيه استئناف للإيمان، فالنكاية هنا أعظم والحسرة أشد. لكن ما مناسبة ذكر الجند هنا والكلام عن الآخرة؟ وماذا يعني الجند في مثل هذا اليوم؟ قالوا: هذا التهكم بهم، كما في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. فهل يهدوا إلى صراط الجحيم هداية إلى صراط الجحيم؟ طبعا هذا من نكال فيهم. ثم يتابع المولى سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والبقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. قلنا ان الهداية معنيين، هداية بمعنى الدلالة على الخير وبيان طريق الخير، وهي للجميع هداية، وهداية معونة هي التوفيق للإيمان. فمن صدق في الأولى أعانه الله على الثانية، ومن ذلك قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يعني هداية معونة، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، هي الأعمال الصالحة التي كانت خالصة لوجه الله. خير عند ربك ثوابا وخير مردا، هذه هي الغاية التي ينتظرها الإنسان ويسعى إليها. فساعة أن تقارن السبل الشاقة فقرنها بالغاية المسعدة، فيهون عليك عناء العبادة ومشقة التكليف. وخير مردا أي مرجعا ترد إليه. ويتابع المولى سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. نلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا اسم هذا الشخص، من هو هذا الشخص الذي قال هذه المقولة ولم يعينه، وإن كان معلوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خاطبه بهذا الكلام. ذلك لأن هذه المقولة يمكن أن تقال في زماننا وفي كل زمان. إذن فليس المهم الشخص بل القول نفسه. طبعا شخص أمية بن خلف أو العاصي بن وائل. وقول الحق سبحانه وتعالى: أفرأيت، يعني ألم ترى هذا، كأنه يستدل بالذي رآه على هذه القضية. الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وحسب الرواية أنه قال: إن كان هناك بعث فسوف أكون في الآخرة كما كنت في الدنيا صاحب مال وولد. طيب، كما قال صاحب الجنة لأخيه: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يرد الحق سبحانه وتعالى على هذه المقولة الكاذبة عندما قال لأتين مالا وولدا: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ يعني أقال هذا القول متطوعا به من عند نفسه، أم اطلع على الغيب فعرف منه ما سيكون في الآخرة، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أعطاه الله سبحانه وتعالى صك عهد بأن يكون له في الآخرة كما له في الدنيا. فإما هذه وإما هذه، فأيهما توافرت له حتى يزم بهذا القول؟ طبعا العهد هو الشيء الموثق بين اثنين، والعهد إن كان بين الناس فهو يعني ممكن أنه يصير في اختلال، أما العهد مع الله سبحانه وتعالى. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. الجواب كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا أداة لنفي ما قيل قبله وإبطال له، أي إبطال ونفي لأوتين مالا وولدا.
اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، نفي. وقد ورد هذا الحرف كلا في قوله تعالى: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. الحق تبارك وتعالى ينفي الكلام السابق، لان النعمه وسعه الرزق ليست دليل اكرام، كما ان الفقر وضيق الرزق ليس دليل اهانه. فكلاهما ابتلاء واختبار كما اوضحت الايات. فاتيان النعمه في حد ذاتها ليس هو النعمه، انما النعمه هي النجاح في الابتلاء في الحالتين. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. اذا كلا، كلا كل ما قالوا غير صحيح، سنكتب ما يقول حتى لا يؤخذه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بما يقول فقط بأنه قال، ولكن مكتوب ليقرأ وليكون حجة عليه. كأن الكتابة ليست كما نظن فقط، كأنها تسجيل للصوت وللأنفاس، يأتي يوم القيامة ليجد كل إنسان ما فعله مستورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونمد له من العذاب مدا، أي يزيده في العذاب، لأن المد هو أن تزيد الشيء. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نرثه ما يقول ويأتينا، أي في حين ينتظر أن نزيد له ونعطيه سنأخذ منه ونرثه، كقوله تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وكنا نحن الوارثين. نرثه تقابل قوله لأتين مالا، لا، ويأتينا فردا تقابل ولدا. فسيأتينا يوم القيامة فردا ليس معه لا أولاد ولا أحد ولا أي شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.